خلينا ننتقل مباشرة إلى بيروت مع الإعلامي المميز نيكولا داغر، هذا الإعلامي اللي يشتغل في قناة الجديد وأيضا في راديو دلتا، اللي معنا مباشرة. نيكولا، مساء النور. مساء النور، مساء تونس الخضراء ومساء لبنان. شكرا على هالمقدمة مجيد. أنا بدي أشكركم كمان على الاتصال اللي خليني أقول وأعتبره غالي على قلبي مع هالبلد اللي أنا بحبه، بس بعد ما سأبت ولا مرة رحت لي 5 سنين بقول بدي أطلع على تونس. إن شاء الله هيك تروق الأحوال ونتلاقى على خير يا رب. إن شاء الله جي الفرصة. أنا أول حاجة إن شاء الله ربي يرحمهم الضحايا اللي كانوا طبعا يعني اللي خلفهم هذا الانفجار، وأيضا إن شاء الله ربي يشفي المصابين. نعرف أنها كارثة كبرى، مصيبة كبرى كانت في لبنان. الانطباعات والآراء كلها كانت متضاربة، يعني بين فما أسباب لهذا الانفجار، فما اللي من قال أنه طبيعي جدا. فخلينا نغوص أكثر معك نيكولا عن الأسباب وأيضا تبعات هذا الانفجار تحديدا. بدي أقول مجيد، يعني أول شيء بدي أمسي بالخير كل المستمعين وكل أهالي تونس اللي عم يسمعوكم أو عم يسمعونا. بدي أقول يعني أول ما طلع الانفجار كلهم يعني السوشيال ميديا أول تبدأ تقول يعني ما بتبين لك كل شيء فورا عنا بلبنان، بيصير يطلعوا تدريجيا الأمور إن كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو إن كان عبر الشاشات اللبنانية والعربية أو إن كان عبر المسموع الإعلام المسموع. لما طلعت الانفجار طلع أول شيء طلع على مراحل مجيد، خلينا نقول وقيل إنه مفرقعات. المفرقعات يعني ما بتهز لبنان، بتهز ساحل القبرصي، بتهز اليونان، بتهز سوريا، يعني وين ما كان انهز لبنان كله. يعني لو ما هيك مثل ما بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى لطف انه يكون نص الانفجار بالبحر، كان هلأ بيروت ما في بيروت بالخالص. فهي ليست بمفرقعات، وهي قيل انها مفرقعات بالبداية، بعدين صار يقولوا انه في مفرقعات ومواد تستعمل للزراعة وإلى ما هنالك. كل يوم بيطلع شيء، يعني بعدهم ما خلصوا، بعدهم ما عرفوا مين المزبوط حاطت هذه الأمور. لاني نعطيك ما قيل، ما قيل وما أروج. قيل أن صار احتكاك في السفينة فيها مواد وكذا، هذا الاحتمال الأول. قيل أيضا أن صاروخ إسرائيلي ضرب المنطقة هذه تحديدا. يعني ما هو الأصح من الأمور ومن هذه الأسباب؟ لا أنا حتى أنا حسب أنت بدك، حسب أنا شو أنا بتوقع. نعم أنا اللي بتوقعه، لا طبعا في أمور وفي في قصص يعني بتتفجر خطيرة كانت موجودة. وليش هي موجودة من 2013؟ ليش ما أتلفتوها؟ ليش ما رديتوها؟ ليش بقيت بكل هالوقت بال2013 والدولة ما معها خبر بهيدا الشيء؟ يعني هيدا الشيء أنا ما أنعني، أنا شخصيا كإعلامي أنا ما أنعني إنه الدولة ما معها خبر بهيدا الأمور اللي هي إلا من 2013. يعني أنا مش كتير بفوت بقصص السياسية أو القصص، ولكن أنا عم بحكي نحن شو نحكى بيناتنا كإعلاميين بلبنان، إنه هيدا إلا من 2013، إنه من 2013 وصلت باخرة وعلقت هون وصدروها بلبنان وبقيت بلبنان. ليش لل2013 لهلأ؟ وعنه قيل انه تقدم اوراق وتقدم بلاغات انه لازم تتلف او لازم تنرد، لا بقيت لهلا يعني، وصار اللي صار للاسف. وبعد في اشخاص مجيد مفقوده ما تلاقوا. يعني نعم يعني كارثة كبرى، والحكي والإعلام والتلفزيونات غير ما أنك تشوف بعينك بلبنان شو صار. يعني أنا من الأشخاص اللي الله نجاني من هاي وانت الكارثة. وانت الاستوديو تقريبا قريب على منطقة الانفجار، هذا اللي نعرفه أنا نيكولا. استوديو دلتا هو إذا بتطلع يعني بالتاور عنا بالطابق الخامس، البنية كلها أزاز. نحن بالطابق الخامس عنا راديو دلتا وعنا راديو روتانا. لما بتوقف على الشباك الاستوديو بيطل البور، يعني البور بتشوفه بعينك قريب عليك كتير. أنا فليت من الاستوديو
المكتب تبعي كله صار على الأرض. ورحت كان عندي ميتنج لأنه كان عندي تصوير لحلقة بايلت عم حضر برنامج تلفزيوني جديد هلأ. كان عندي موعد مع الكوافر عم ظبط شعري وإذ بيطلع الانفجار يعني يعني أنا تعرضت لضغط كتير قوي وغبت عن الوعي تقريبا ربع ساعة. ضغط اللي علاني على الأرض. إيه شكرا لكل الأشخاص اللي كانوا يعني ساندوني ووقفوا حتى واللي ما تركوني فعلا. نعم الحمد لله الحمد لله على السلامة نيكولا، وهذا أهم حاجة أنك أنت بخير حاليا إن شاء الله ربي يشفي المصابين. الكل نعرف الأضرار كانت كبيرة 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 يعني جداً. يعني جداً شاهدت مجيب. الفيديوهات فما مناطق حتى مباني أثرية، فما مباني قديمة، فما مباني فاخرة جدا، فما محلات، فما كذا سيارات واقفة بعد لهلا على الأوتوسترادات، بعد لهلا واقفة السيارات على الأوتوسترادات، بيوت الناس المتشردة على الطريق. يعني في أشخاص بعرفهم قاعدين بالمستشفيات ما عندهم بقى غير غرفة واحدة، يعني البيوت تبعهم أبدا ما بتنسكن، غير صالحة للسكن ابدا ابدا. اشرفيه، منطقه الاشرفيه اللي هي معروفه بوسط البلد، الاشرفيه اما زيز، يعني اذا بتمشي بالسياره بتمشي على زيز، مرم خايل، جميزه، كل المحيط، وامتدادا الى الدوره دمرت كثير استديوهات، وهي اقرب منطقه تقريبا الداون تاون اللي هي انا نعتبرها القلب الكبير معناها لبيروت. هي كانت اقرب منطقه اكثر ايضا حتى هي تضرر. وصلت ايضا البربر تقريبا حتى بالحمراء الى صحيح. اي يعني مختلف المناطق ضرر كبير فادح في بيروت. ان شاء الله ان شاء الله تم التعويضات، وان شاء الله ايضا تتم وقفة الدول مع لبنان ومع بيروت في الفترة هذه، لان اللي راح تقريبا ان شاء الله يتعوض، لكن للارواح اللي راحت وين تتعوض؟ هذه هي المأساة الكبرى. ما حدا حيعوضها للارواح مجيد. واليوم إن شاء الله انا ربي حبيت صبر. حبيت وجود وزيارة رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون اللي فعلا حكي اليوم وهز البلد بحكيه، وفعلا شكرا له على هالكلام الرائع، وشكرا عندما قال انه انا لا اثق ان اعطي مساعدات للدولة اللبنانية، سوف يتم الاحتكاك او بالاحرى سيتم الاتصال او التعامل مباشرة مع الشعب اللبناني. فهيدي تحية وشابوباه له على هالكلام الرائع اللي قاله. هذا ما فندوه كلهم نزوة كرم الاعلاميين بالطبيعة اللي موجودين في لبنان، نفس الكلمة اللي ذكرتها انت نيكولا. فان شاء الله تنهض لبنان، يعني الاقتصاد الضعضع، الامور كلها، البلاد كلها ضعضعت مؤخرا مع الانفجار هذايا، زاد تقريبا الوضع تأزما اكثر، ان شاء الله نحو الانفراج. انا حبيت نشكرك برشا نيكولا الاعلامي المميز مباشره من بيروت اليوم على قبول الدعوه معنا. شكرا ليك، وان شاء الله نلتقي على محبه ونلتقي في تونس باذن الله. نيكولا أنا بدي أشكرك وبدي أشكر هالبلد الحبيب المعطاء وبلد الكرم وبلد الفن، وبدي أشكر يعني أنا بدي أشكر عن جد كل أصدقائي بتونس اللي بحبهم. وبس اسمحوا لي وجه بس تحية لفنانة عظيمة بحبها كتير اللي هي صديقة لطيفة تونسية، بدي وجه لها تحية كتير كبيرة، وشكرا على كمان تضامنها مع لبنان. شكرا لك الإعلامي مجيد حداد، بدي أشكرك كتير من قلبي، والإذاعة كمان عندكم بدي فردا فردا بدي أشكركم، يعطي يكون ألف عافية، وشكرا على وقفتكم الشعب الجبار التونسي إلى جانب اللبنانيين. شكرا، وهذا بلدكم ونحن بلدنا الثاني تونس. عايشك. أنا نقول لك تحية الزملاء والزميلات، الكل قلبنا معاكم الكل وتعاطفنا معاكم. إن شاء الله اللي جاي يكون خير يا نيكولا. شكرا لك. شكرا نيكولا، شكرا يعطيك الصحة.